إذن مشاهدينا، هناك العديد من الأشياء التي تساعدك في السيطرة على الغضب. ممكن الكلام اللي كان في الاستطلاع صحيح، ممكن يكون خاطئ. نبغى من عندك دكتور تعطينا النصائح. طبعا بالنسبة للسيطرة على الغضب تأخذ لها برامج تدريبية، بس احنا بنحاول يعني نعطي المشاهدين بعض المؤشرات اللي ممكن تساعدهم وكذا على السيطرة على الغضب. أول شيء اللي هو الجانب الديني اللي هو المعروف لنا كله، اللي هو الاستعاذة من الشيطان الرجيم، الوضوء، الصلاة. أنت عارف الواحد لما يتوضأ وكذا الماية الباردة وكذا تهدي، لما الواحد يصلي ويخشع ويصير يقرأ آيات من القرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. فهذه كلها تساعد على إن شاء الله أن الغضب يعني يقل. أيضا من بعض الأساليب النفسية أو الفنيات النفسية اللي احنا نستخدمها في علاج الغضب اللي هو مغادرة المكان، مغادرة المكان اللي احنا فيه. يعني مثلا لما الواحد زي ما شرحت لك المثال اللي انت وزميلك في العمل قاعدين على طاولة اجتماع، فانت الان زعلت منه وصار جسمك كله مشبع بالادرينالين، الان انت مستعد للقتال ومستعد لكذا، فانت عارف ان جسمك الان فيه ادرينالين، فاي كلمة حيقول لك اياها الطرف الاخر انت حتبدا تتشاجر معه، فالافضل انك تغادر المكان. ايضا من ضمن الفنيات بعض الأحيان ما تقدر تغادر المكان، اجتماع ما تقدر تطلع منه، صح؟ ها؟ اللي هو تغيير طريقة التفكير. يعني مثلاً إذا أخطأ عليك أو قال لك شيء تقول تعطي عذر، تقول يا أخي الظن الإيجابي يعني. أيوة، إنه هو دائماً يخطي، ولا يمكن اليوم الضايق، ها؟ ولا يا ابن الحلال خلنا نسامحه هالمرة ترى حبيب وما أدري، ولا بكلمه بعد الاجتماع، ولا واحد يقول لزوجته مثلا زوجته غلطت عليه ولا زوجها غلط عليها، تسامحه مثلا، تقول أنا ممكن مضغوط في العمل، ممكن زعلان، يمكن ما يقصد، هو طبعه كذا مع الكل، يعني اختلاق أعذار. أيوة يعني. أي تغيير طريقة التفكير، لأن التفكير له علاقة بالجسد. الدوليزم بين العقل والجسد اللي هو ثنائية العقل والجسد في له علاقة. إذا التفكير كان انفعالي وزعل وكذا وهذا حيزعل جسمه. أيضا من ضمن الأشياء المهمة في الغضب هذا للنشء بالذات، عرض نماذج جيدة في المنزل بعيدة عن الغضب. الأم الأب لا يتشاجر أمام الأولاد والبنات. أفلام الكرتون، أفلام الأكشن، البلاي ستيشن هذه اللي فيها عدوانية كثير، ها؟ يحاولوا قدر المستطاع، يعني مو يمنعوا الأبناء منها، يعني يحاولوا قدر المستطاع مثلا يعطونهم بديل، يعني يقدمون لهم بديل، علشان ما يكتسب الابن أو البنت السلوك العدواني من كثر ما يلاحظه، لأنه مناعتهم ترى قليلة مو زينة. يعني احنا يمكن نلاحظ الشيء أكثر من مرة، إلى حد ما الواحد ممكن يمسك نفسه، بس هذول النشأ يعني صعب. نعم. أيضا في مفاهيم نفسية مهمة، يعني أنا أنصح لبعض الأشخاص وكذا، البعد عن الكبر. في بعض الأشخاص تصل فيه المرحلة الكبر إلى أنه يجي يتعالج، يسمى عندنا في علم النفس بارانويا ديس أوردر، اللي هو جنون العظمة اللي أصاب كثير من الناس وكثير من المشاهير وكذا، هذا جنون العظمة. هذا يسبب انفعال الغضب، وبالتالي لما الواحد يغضب يبطش بالناس للأسف. صحيح. أيوة، السبب في ذلك لأنه هو يرى نفسه أنه هو عالي وأنه هو أعلى من هذا الشيء، وأنه كيف الشخص اللي أمامي يكلمني كذا. أيضا من ضمن المفاهيم اللي لازم الواحد يرسخها التواضع. التواضع زين، الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث من تواضع لله رفع يعني. والواحد لما يدرك أنه في النهاية هو سيموت، يعني لما الواحد يفكر بواقعية أن أعمار أمتي بين 60 و70، خلاص يعني حاغضب وزعل نفسي وليه. نعم. يعني عذرا أنا بقاطعك دكتور، بس طبعا عشان الاتصالات ما نطول عليها. معنا أم أحمد من الرياض. السلام عليكم يا أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. سؤالك الأول. الله يعافيك، ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد يسمعك الدكتور، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. الله يسلمك. أقول الله يعافيك، يعني وش الواحد يسوي ساعد حين الغضب، يعني لما يصير غضبان مع عياله مع بنته مع ولده، وش الشيء اللي يسويه ساعد حدوث الغضب؟ يعني ما هو بعد ما يفكر ويقعد ويهدى ويخلص، لا أنا أبغى ساعة الحدوث الغضب، الواحد وش يسوي؟ طيب يا أم أحمد عندي سؤال الله يعافيك، هل أنت راحت أم أحمد؟ لا موجودة أسمعك. هل أنت تعاني مثلا من بعض الأمراض مثلا لا سمح الله، قلب أو ضغط أو شيء أم لا؟ لا أنا الحمد لله ما أعاني من شيء، يعني بس عندي الغدة الدرقية كان لها شيء في الموضوع. الغدة الدرقية، طيب ما في مشكلة، ها؟
خلاص ان شاء الله. في سؤال ثاني يا ام احمد؟ سؤال الله يعافيك. تفضلي. ايش سؤالك؟ عن الحلقه اللي راحت عن النسيان الله يعافيك. نعم. ودي شيء للنسيان لان الواحد بينسى كثير كثير كثير، حتى العيال احس انهم بينسوا يعني. نعم. ازيد مني اكثر. طيب يا ام احمد شكرا جزيلا لاتصالك، تسمعين الجواب من الدكتور. ناخذ ايضا من ابها معنا امل. الو يا امل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا امل ايش سؤالك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ ممكن اكيد، تفضلي. الله يسلمك. لو سمحت، انا اثناء الغضب لما اغضب افكر دائما في الكلام اللي يجرحني. ايوه. واثناء التفكير يغمى علي واتعب. انا بحاول اغير الطريقه اللي افكر فيها. طيب. نعم. ممكن يعني تقول لي حل؟ طيب ان شاء الله بنحاول قد ما نقدر، هي يعني ولا برامج تدريبيه بس بنحاول ان شاء الله. نعم. في سؤال ثاني يا امل؟ لا مشكور. شكرا جزيلا. ناخذ اتصال ايضا معنا من الكويت، ابو عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا ابو عبد العزيز. الله يعطيك العافيه اخوي طارق. الله يعافيك، تفضل ايش سؤالك؟ ممكن اطلع من الموضوع نهائيا؟ تفضل. تطلع من انا. نعم. انا طبعا سعودي. نعم ونعم والله. وانا ارفع مناشده لخادم الحرمين الشريفين. ولي عهد الامين. وللشعب السعودي. نعم. صار لي 3 سنين والله ما خرجت السعودية. نعم. مع العلم من بنات. طيب أبو عبد العزيز، عموما شكرا جزيلا لك يا أبو عبد العزيز، ما لها دخل الموضوع هذا بموضوع حلقتنا، احنا نتكلم عن الغضب ولا طلعنا برا الموضوع يعني، خلينا نجيب على سؤال أم أحمد. نعم. تقول حين تبغى علاج سريع للغضبها. نعم. أول شيء علشان ما تندم يعني. أي أول شيء أم أحمد قالت أن عندها مشكلة في الغدة الدرقية أو شيء. نعم. زي كذا أنا سمعت. أنا أرى أنها لازم يعني تراجع المستشفى أول شيء، تتأكد من السلامة الفسيولوجية أو الجسمية لها. نعم. هل هرمونات الغدة الدرقية مستقرة أم لا، لأن في هناك نوع من العلاجات تصرف لعلاج الغدة الدرقية علشان تكون نسبتها جيدة في الجسم. فلا بد أن تتأكد من الحالة الفسيولوجية لها في المقام الأول. نعم. لأن زي ما أنت عارف يا أستاذ أن الغضب له علاقة بهرمونات الجسم. سبحان الله، بعض الأحيان المرأة بسبب الحمل، الولادة، الدورة الشهرية في بعض الأحيان أو كذا، بسبب يعني الهرمونات هذه تتغير في الجسم، فبالتالي يصبح هناك تذبذب انفعالي لدى المرأة، فتصبح مثلا متعصبة بسرعة أو مرهفة انفعالية أكثر. فأول شيء على أم محمد أنها تتأكد من هرمونات الغدة الدرقية وتحاول تضبطها قدر المستطاع. هذا أول شيء. أضف إلى ذلك بالنسبة لأم محمد يعني بالنسبة لأولادها وكذا، إذا كان عندها أطفال تحاول قدر المستطاع لا تواجههم وهي غضبانة. نعم. يعني مثلا إذا مثلا الطفل سوى سلوك سيء. نعم. يعني تخليه إذا أنها كانت منفعلة، لأن انفعالها لمواجهة الطفل ممكن تضر الطفل أكثر. فعلا. يعني أكثر من أنه هذا. أضف إلى ذلك تحاول قدر المستطاع يعني مع الأبناء والبنات وكذا، يعني طريقة الحوار، طريقة التغذية الراجعة. أيضا تحاول تتجنب مواقف الغضب، يعني إذا زعلت مثلا تحاول تغادر المكان اللي هي فيه مثلا. تحاول يعني تشفع، ترحم، تسامح، تفكر بواقعية أنه كل الناس حتزعل وكل الناس. نعم. هذا. أضف إلى ذلك في فنية يعني إذا قدرت كمان أم محمد تسويها. أنا عارف ضيق الوقت وكذا، معليش. نعم. دقيقة ترى. زي الاسترخاء يعني. الاسترخاء وكذا. نعم. لها فاعلية كثير في عملية السيطرة على الغضب. بالنسبة لأمل. أمل تتذكر يعني إذا عصبت تتذكر الأشياء. اللي زعلت يعني. نعم. بالنسبة للأستاذة أمل هذا شيء طبيعي. إحنا أجرينا دراسة في علم النفس، أجرى العلماء دراسة في علم النفس، عرضوا مجموعة من الصور على المفحوصين. نعم. فيها صور طبيعية وصور هادية وصور الناس زعلانين ويتقاتلون وكذا. فوجدوا أن الأشخاص وطبيعة بني آدم يتذكر الصور التي. نعم. تسبب له الجروح والغضب أحيانا. نعم. وأنتهى الوقت. عموما دكتور محمد بن مترك القحطاني عضو هيئة التدريس قسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشكرك جزيلا على ما قدمت في هذه الحلقة. وأيضا شكر موصول لكم مشاهدينا، إلى أن نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد، وأيضا لمشاهدة الحلقة غدا تعاد الساعة 7 صباحا. إلى ذلكم الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.